السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا جهاز حراري مقاس 60x30. تمام، سلسة التشغيل بتاع الجهاز. بسم الله، بنبدأ تشغيل باور كهرباء. أول حاجة معانا الشاشة هنا، ننزل الجهاز بتاعنا هنا عشان نعدل الحرارة بتاعتنا. ندخل على 6، افتح الجهاز. عندي هنا ندخل على 6 عشان نحط الحرارة. عند الحرارة تحت ده بيتحكم في الحرارة، عالي ووطي السهمين. طبعا المعتاد بتخليه 180. نضغط على 6 تاني، دخلني على عدد الثواني في طباعة التيشيرت او اي حاجة بنطبع عليها. ممكن نقلل الثواني ونخليها 40 عشان الجهاز لما بيحمى ب40 ثانية بيبقى مناسب للطباعة. يعني كل ما نعلي في درجة الحرارة نقلل في عدد الثواني. بالنسبة لعملية الضغط ده، بعد ما نشغل بنضغط لازم يبقى فيه شوية قوة يعمل اللوك. أهم حاجة يعمل اللوك معاه عشان ما يديش اندفاع. عاوزين نخفف الدراع، بنتحكم في هنا من تخفيف الجهاز. تمام، عملية الضغط واللوك لازم تكون خفيفة، لأن الجهاز لما بيفرغ الهواء بيعمل عملية يعني جمودية تحت الدراع عشان الجهاز يكون معايا، يسحب معايا، يفتح معايا بسهولة، يسكر معايا بسهولة. دي حاجة. الحاجة التانية، يفضل في الجهاز الحراري يشتغل على كهرباء، يعني كهرباء للجهاز الكهرباء مباشر، مفتاح مباشر لوحده، سلك لوحده، لأن دوت لو توصل على التوصيلات اللي هي التوصيلات العادية ممكن تخترب أو تعمل قفلة في السلك، والسلك بيكون حامي شوية. تمام، ده معلومات بسيطة عن الجهاز. إن شاء الله تكونوا استفدتوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.